السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد معانا بعض المنتجات اليابانية وغيرها، وهنشوفها مع بعض. ده راديو روسي، إطار خشب، حالة الزيرو أهو. ومعانا كمان دول كرتين صفر ويلترون، الجهاز بتاعها أهو ويلترون، ده بشريط كاسيت وراديو AM. ده ويلترون والكرة التانية بتاعته اهي، السماعة التانية. معانا كمان تلفزيون اهو، ده راديو FM وM وأبيض وأسود، وديت ساعة اسمه كونتيننتال. ومعانا ده كاسيت سبيكة ذهبي. معانا راديو سانيو ياباني FM وكاسيت، دي حاجة جديدة كده، عصارة ياباني. معذرة رح نوري بس الحاجات اليابانية اللي هي القديمة، دي عصارة تعتبر جزر أو حاجات تانية، مورينكس فرنساوي ياباني طبعا. ده كاسيت سانيو ياباني 4 سماعة FM وAM. معانا كمان راديو روسي أهو ب215، برضه إطار خشب. ومعانا راديو ناشونال كهربا FM وAM، ده تايواني. معانا كاسيت سوني راديو FM وAM. معانا كمان دي استوانو راديو اسمها إكريل، راديو AM واستوانة. معانا كمان دي دفاية براون اسباني، تشتغل مروحة وسرعتين، ونشوف الفيديو مع بعض واحدة واحدة. ده راديو روسي سيلينا، طبعا صنع في روسيا، من ده راديو متعدد الموجات FM وAM وSW. الموديل بتاعه ب215 اهو، سيلينا اهو. ده مفتاح للموجات، وده مفتاح الفوليوم والتون والتريبل والبيز اهو. ده اطار خشب، ودي فيشته الاصليه الثلاثيه، الجهاز اهو، ودي مكان الفيشه الثلاثي اهو. ده روسي سيلينا، طبعا صنع في روسيا. ديس راديو اس سيلينا، راديو مالتي باند FM اند AM اند SW، موديل B.250 ميد ان روسيا. معانا بعد كده الراديو الكورة اهو، ده راديو ويلترون شريط كاسيت وراديو AM و SW، دول مفتاح للفوليوم، سماعة شمال ويمين. الجهاز دوت ليه سماعتين داخلتين، واحدة اهو في الشمال واحدة في اليمين، غير السماعتين الكور دول اللي هما بيركبوا بجاكات، بيشتغل مع السماعات دي، تعتبر سماعات خارجية. الجهاز ده فيه منه كاترج بدل شريط، فيه كاترج اعتقد ان احنا عملناه في فيديو قديم. الجهاز الويلترون ده الموديل بتاعه اهو 2004S، طبعا صنع في اليابان. الموديل اهو 2004S، طبعا صنع في اليابان. ده عبارة عن راديو AM وSW، وطبعا شريط كاسيت. معذرة طبعا هو كورتين صفر والجهاز ابيض، بس حسب ما بيجي لنا. This device is Weltron made in Japan. Radio AM and SW1 and SW2 and tape model 2004S. Model 2004S made in Japan. The brand is Weltron tape and radio AM and SW with 2 speakers. معانا بعد كده راديو، الراديو ده اسمه كونتيننتال. الجهاز ده 2 في 1، تلفزيون ابيض واسود 5 بوصة، راديو AM وFM، ودي ساعة ديجيتال رقمية. الجهاز دوت صنع في كوريا، ونشوف الموديل بتاعه مع بعض. الجهاز ده اهو زي ما قلنا اسمه كونتيننتال اهو، ده صنع في كوريا. الموديل بتاعه كي تي شرطة 55D10، كي تي شرطة 55D10، صنع في كوريا. وزي ما قلنا الجهاز ده 2 في 1، تلفزيون ابيض واسود 5 بوصة، وراديو FM وراديو FM وAM، وطبعا مزود بساعة ديجيتال. الجهاز اهو ده اسمه كونتيننتال. This device is Continental model KT-55D10. KT-55D10.
تي في 5 انش بلاك اند وايت اند راديو اي اف ام اند اي ام ويز اور ميد ان كوريا. معانا بعد كده ده جهاز سبيكا اللي هو راديو اي ام واس دبليو وشريط كاسيت، الموديل بتاعه اهو اللي هو ار كيو شرطه 547 دي، ده اللون اللي هو الفضي، في منه طبعا اللي هو الذهبي وعرضناه في فيديوهات سابقه. الجهاز دوت زي ما قلنا طبعا صنع في اليابان. This cassette is national radio AM and SW and tape model RQ-547D RQ-547D made in Japan. معانا بعد كده دار كاسيت وراديو سانيو اهو مزود بحزام. الراديو ده متعدد الموجات اف ام و ام اهو وشريط كاسيت. الجهاز دوت الموديل بتاعه ام 2450 اف ام 2450 اف، طبعا صنع في اليابان. This cassette is سانيو راديو ام اند اف ام اند تيب موديل M 2450F M 2450F made in Japan. The brand is Sanyo. كاس طبعا هو مزود بحزام. طبعا دي زي ما قلنا دي عصارة صنع في اليابان. طبعا دي جزر وخلافه. دي مولينكس طبعا موديل قديم تقريبا 250 واط اهي. ده مفتاح للاون والاوف بتاعها طبعا بتشتغل بالكهرباء. دي مولينكس فرنساوي. معانا بعد كده كاسيت سانيو. الجهاز ده مزود بساعة. الكاسيت ده اف ام وام واس دبليو وطبعا شريط كاسيت. الجهاز ده الموديل بتاعه اهو ام 390K ام 390K طبعا صنع في اليابان. This cassette is Sanyo model M 9990K made in Japan. Radio FM and AM and SW and tape. The brand is Sanyo. معانا بعد كده ده راديو برضو روسي سيلينا، نفس اللي شفناه في أول فيديو بالظبط. طبعا إطار خشب زي ما بنقول وصنع في روسيا. معانا بعد كده ده راديو ناشونال تايواني بيشتغل بالكهرباء والحجارة 4 حجر قلم. الموديل بتاعه ار اف شرطة 542. الراديو ده اف ام و اي ام بيشتغل ب4 حجر قلم هنا اهو، وادي بيشتغل بالكهرباء كمان. ده راديو ناشونال. This radio is national راديو اف ام اند اي ام موديل ار اف داش 542 ار اف داش 542 ميد ان تايوان. الجهاز ده تايواني. معانا بعد كده ده كاسيت سوني، اول مره جينا الجهاز ده. ده الراديو بتاعه اف ام وام وطبعا شريط كاسيت. الجهاز ده الموديل بتاعه اهو سي اف شرطه 200 سي اف شرطه 200 طبعا صنع في اليابان. This cassette is سوني راديو اف ام اند ام اند تيب موديل سي اف داش 200 سي اف داش 200 ميد ان جابان. ذا براند از سوني. معانا بعد كده ده جهاز اسمه اكريل. اكريل اهوت ده راديو اي ام واس دبليو وطبعا اسطوانه. طبعا هنا في اسطوانه هنشوفها مع بعض. الجهاز ده الموديل بتاعه ار بي اتش شرطه 800 ار بي اتش شرطه 800. This device is 2-in-1 phono and radio FAM and SW model RPH-800 RPH-800. The brand is Ikrel. الجهاز اهو هنشوفه مع بعض. طبعا ده اسطوانه اهو اسطوانه، وادي راديو وادي الدراع بتاع الاسطوانه اهو. الجهاز ده زي ما قلنا ان هو نوعه Ikrel. ونشوف اللي بعد كده. زي ما قلنا دي دفاية براون اسباني بارد وسرعتين، واحدة
درجة سخنة ودرجتين. دي دفاية براون أسباني. معانا برضو حاجة كده، معانا ساعة هنا، دي ساعة بتتملي كل 31 يوم، اسمها ايه، رومكس. دي ساعة دقاق مالو، طبعا بتتملي كل شهر اهي، دي اسمها رومكس. برضو هنشوف واحدة تانية معانا في الفيديو، دي ساعة تانية برضو اسمها ايكوشا اهي، اسمها ايكوشا، مظبوطة تمام، فيها يوم وتاريخ، النهاردة 26 ساتردي السبت. الساعة ديت مال بتتملي برضو كل شهر، شكلها جميل اهيت. هي طبعا اللي سمعناها في الفيديو اللي هي دقت من شوية. هنا ده بتاع اليوم وده بتاع التاريخ، والنهاردة 26 السبت اهو. دي ساعة مالو، فيها طبعا مندول وبتدق كل نص ساعة، شكلها اهو. الساعة ايه من جوه. دي طبعا كانت اخر حاجة معانا في الفيديو. ان شاء الله الفيديو ينال اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.